القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة البلد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. ويتجدد العطاء والخير والبركة من قبل الناس الطيبة، الناس المؤمنة، الذين دائما يسعون يقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. محطتنا هذا اليوم هي إحدى المحافظات الجنوبية اللي تمتاز هذه المحافظة بالثروات الكبيرة من زراعة وأهوار وكذلك حقول من النفط، لكن بنفس الوقت غنية بالفقر والجوع والحرمان والمرض. اليوم جينا على هذه المحافظة الطيبة اللي دائما تعاني ما تعاني من أمور اقتصادية صعبة، وكذلك المحافظة تمتاز بكثرة الأيتام وكثرة الأمراض وخاصة المزمنة وكثرة بناء العشوائيات. فاليوم جمعنا عدد كبير من هذه المحافظة، طبعا حي أو حيين اختارينا منه مجموعة كبيرة من المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى دعمكم المتواصل من أجل شراء علاج أو مراجعة أطباء اختصاص، أو بحاجة إلى من يقف معهم في هذه الظروف الصعبة، يعني ظروفهم صعبة جداً. فاليوم جمعناهم وراح نتعرف على بعض الأمور، لكن قبل لا نروح نتعرف على بعض الحالات اللي يجب أن نقف معهم وكذلك مساعدتهم. اليوم هي الحلقة راح تكون برعاية الناس الطيبة المؤمنة الذين دائما هم معاكم ومع الأيتام ومع المحتاج. تحية اعتزاز وتقدير إلى عائلة أسيري من دولة الكويت، ولا ننسى العم أبو طالب الله يرحمه. طبعا أبو طالب كان يرسل مبالغ مالية إلى برنامج قلوب الرحيمة، وتوفى الرجال وبقت عائلته ترسل مبالغ مالية إلى برنامج قلوب الرحيمة من 20 عام. الله يرحم أماتهم، والله يجعل إن شاء الله الخير والبركة دائما عليهم ويحفظ عيالهم وأولادهم، ويبقون إن شاء الله سندا وذخرا للعوائل المحتاجة في هذه الظروف الصعبة. وأيضا تحية اعتزاز وتقدير إلى الحاج فاضل أبو علي فاضل بيرزا أيضا من دولة الكويت اللي دائما يساند ويساعد البرنامج. وأيضا لدينا مبلغ من عائلة المرحومة الحاجة نصرة حبيب الله أيضا من دولة الكويت، تقرون سورة الفاتحة بثواب هذه الأمرأة الطيبة، والله يرحمها برحمته الواسعة، والله يبارك بعيالها اللي ما ينسونها دائما من الأجر والثواب إن شاء الله. فاليوم حلقتنا راح تكون مخصصة للمرضى، حوالي موجودين معي 70 عائلة. راح نروح فاصل ثم نتواصل وبعض الويلات والآلام اللي يعيشوها المرضى، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهد الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل فإن شاء الله نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة، والآن راح نبدأ بالحالات. السلام عليكم حجية. وعليكم السلام. شلونكم؟ إن شاء الله بخير. إيش خيرك؟ رجلي رجلي كلش مأذيتني. نعم. شبيها شبيها رجلي؟ يوم ما أقدر بيها بلاتين. بلاتين. شنو صاير معاك؟ حادث ولا شنو اللي صاير معاك؟ وقع بالبيت. إيش قصار لها؟ صار لها سنة ونص. سنة ونص.
انت شنو ظروفك بالبيت؟ يعني انت شنو اولاد عندك؟ ارمله وعندي راتب رعايه. نعم، عندك ايتام؟ كم يتيم عندك؟ عندي 5. الله يخليهم لك. انت ما افتهمنا. ام محمد. حجي شو تشوفين الطبيب اللي يضمد واللي يعالج واللي يخلي بلاتين، يعني طبيب الكسور، تشوفين علاجاتهم غاليه ولا رخيصه بهذا الوقت؟ هي زينه بس يعني بالنسبه للعده، ما عنده يعني حالته تعبانه ما يقدر. ايش قد تكلف عمليتك امي؟ عمليتي تكلف مليون. مليون دينار؟ نعم. متاكده؟ متاكده. هذا خوش طبيب، هذا رخيص هذا. منها مندبرها نحاول، والله كريم ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، أختكم أم محمد عندها 5 أيتام، حالتها تعبانة جدا. طبعا بالبيت صار معاها، وقعت انكسرت رجلها، وامرأة فقيرة يعني على قد حالها، فعندها راتب رعاية، راتب رعاية 100,000 دينار، فبحاجة لعملية جراحية، يعني خلوا لها بلاتين من الحديد برجلها حتى تقدر تعيل عائلتها، تقدر تقدم لهم شيء. فإن شاء الله نتمنى مساعدة هذه الأمرأة أم الأيتام إن شاء الله، ونتمنى لكم الخير والتوفيق. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهر متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها، كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة ومن حالة لحالة. طبعا اليوم معانا شابة كبيرة بالعمر، الله يعطيها الصحة والعافية. السلام عليكم. سلام، شلونك؟ ان شاء الله زينه. شلون صحتك؟ احوالك؟ انت شلونك؟ انا كل زين، انت شلونك؟ ان شاء الله بخير، ربي يعطيك الصحه والعافيه. شو اسمك انت؟ الله يعافيك. انت شو اسمك؟ اسمي رغداء. رغداء، شلونك رغداء؟ رغداء ايش قد عمرك؟ حافظه عمرك ايش قد؟ عمري 21 هيك. يعني شنو تخمنين تخمين؟ ايش قد عمرها؟ 49. 49 عام. أعزائي المشاهدين، هذه المسكينة طبعا صارعتها حالة جلطة، والجلطة طبعا صارعتها تخلف عقلي. شابة كبيرة بالعمر ومسكينة صارعتها تخلف، وأهلها ناس بسطاء ناس فقراء، طبعا ما يملكون غير القوت اليوم اللي يعيشوه. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام. شو تقول لك رغدة؟ أختي. هي الكبيرة ولا الصغيرة؟ لا الكبيرة. كبيرة؟ اي كبيرة. شلون صار معاها الحادث؟ هي بنتها توفت، صارت عندها جلطة. عندها بنات يا مزوجة؟ بس بنية واحدة. طيب. اي. سبب بنتها يعني؟ الوفاة مال بنتها، صارت عندها جلطة. طيب. اي. الآن طبعاً أسئلة السؤال ما طولنا بهذا، زوجها شنو موقفها الآن طبعاً؟ والله كلش تعبان. يعني هي الآن معاها بعد بالبيت؟ اي عندي. يعني زوجها موجود يعني؟ موجود بس تعبان. خطية طبعاً. يعني فقد بنته والنوبة مرته، طبعاً يتعب. زين يصير لها علاج يعني تاخذ مهدئات؟ هو قاعد يعطوني بس على المهدئات، كل شيء ما جاي يعطوني هنا. ما عندكم لا راتب لا لا هي رعايه، والرعايه شو تسوي؟ يعني وبس هي وزوجها بالرعايه 175، شو تسوي الرعايه؟ والدكتور هنا من تروح شلون وضعها بالبيت؟ يعني تطلع تروح؟ كلش وضعها تعبان بالبيت. يعني صعبه؟ اربطها بالبيت، كلش صعبه وضعها. احنا بالش اسمه بالشرع اللي بعض العلماء وصوني طبعا، والمراجع انا اشكرهم طبعا، يقولوا لي خافت تمر عليك حاله مثلا بنيه يربطوها ولد يربط، هذا شيء حرام طبعا، انت تتحاسبين عليه يوم القيامه. تسمعيني بس تسمعيني، انا اخاف عليها، انا رساله اوصلها لك. ايه انت صح تخافين، انا وياك بس هناك يعني يقولون من يصير الحساب، يعني لما ما الله ياخذ امانته. صحيح. يعني فاول ما يجون يحاسبوك يربطونك، شلون كنت رابطتها؟ بس انا هاي امانه انقلها، وانا اشكر سماحه الشيخ نزار الحسن اللي وصاني بهذا الشيء. بس هي اخاف عليها ان شاء الله. بعد انت ظلت يمك، احنا علينا ان نصحك كقناه دينيه وقناه يعني الامام المهدي. انا اقول لك شراد لها، كون واحد ما عنده شغل قاعد بس لها ويركض وراها. طبعا ظروف صعبه. يعني شلون؟ مهدئات تفيدها؟ هو قاعد يعطوها مهدئات هم قام. اكو اطباء اختصاص بهذا المرض؟ اكو بالبصره قالوا لي، اكو ببغداد بس ما عندي امكانيه. ان شاء الله استريح. ان شاء الله. عفوا.
أعزائي المشاهدين، طبعا شرحت لكم وضعية الشابة رغداء من العمر 49 عام، فقدت بتها. بتها حادث ولا شنو توفت؟ تمرضت بتها. ايش قد كان عمرها؟ 27. خطية شابة بنتها 27 عام، فبسبب بتها صارت عندها مثل الجلطة، وصار عندها تخلف عقلي، يعني حنان الأم مش قد على مود بتها، تمرضت وصار عندها تخلف عقلي. فاللي يحب ينقذ حياة هذه الشابة المسكينة يتصل على برنامج قلوب رحيمة، الأرقام اللي راح تظهر في نهاية هذه الحلقة، وطبعا الكل إن شاء الله يدعو له بالخير والصحة والتوفيق، يعني ينقذ هذه المسكينة، يعني حتى لو كانت مهدئات، لأن وصل الحال بعائلتها يقيدوها يعني وما تطلع، وهذه يثمون عليه، فاحنا نصحناهم إن شاء الله، وإن شاء الله بعد ما يقيدوها نتمنى لك إن شاء الله صحة وسلامة. مشكورين، رحم الله والديك. والديك حياك الله عليك. ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. السلام عليكم حجية. عليكم السلام. ان شاء الله صحة وسلامة. أم الحجية؟ أم سالم. أم سالم. إن شاء الله سالمة. يا بعد. شلون سالم وياك؟ والله نعم، أنا قاعدة عدة. وداعتك. إي ما طول سالم سالم، أنت إن شاء الله سالمة. إن شاء الله سالمين كلكم. الكل. الكل. أولاً أنا أريد اليوم تقرين سورة الفاتحة بثواب المرحومة الحجية نصرت حبيب الله من دولة الكويت. عليه السلام، إن شاء الله. أيوه، ولكل الأموات اللي قرينا بيت أسيري وحج فاضل ميرزا كلهم إن شاء الله. إن شاء الله. هسا أريد أسمع مشكلتك، إيش خيرك؟ رجلي. رجلي. إيش بيه رجلي؟ هاي طافي. إيه شو حجي؟ رجلي ما أقوم. ها. أي والله. إيه. مكرم حتى التواليت ما أقدر. زين. هاي تقوم. عيونك إيش بيهن؟ عيون عمن من السكر. ها. إيه. كلهن السكر وعمن. هسا المطلوب من عندنا شنو اللي نقدر نساعدك فيه؟ ساعدون مساحة الله وعليكم. يعني شنو عملية سرن عيونك؟ عملية العوينات ورجلات تسوولهن شعر. ان شاء الله خير وبركه. وبعد مساء قلتي ما عندي ويل تشير هاي العربي. العربين اي والله، هاي طلبتها وداعت الموت، طلبتها هسه وجبتها ما عندي. الله يكون بعونك يا حجيه وما يصير خاطرك الا طيب يا ام سالم. القلوب الرحيمه نجبر القلوب المنكسره. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك. الحمد لله. أمن. أم علي. أم علي. أم علي شنو مشكلتك؟ والله عندي فشل كليات اثنيناتهم، وأم الخمسة أطفال وما عنده معين. عندك أيتام؟ هم أطفالي خمسة. أبوهم شنو عمله؟ أبوهم متوفي. أيتام ولا قلت؟ أي أي. أي والله. وبس أنا لهم يعني، وصحتي تعبانة وعندي احتباس. لا الله شاهد، ما عندي لا راتب ولا إيش. أي. أم علاوي ايش قد يحتاجك علاج او شنو ايش يحتاج لك؟ انا هسه مراجعات، كل ما اراجع يعني 300 400 لا بصره خليت لا بغداد. نعم. بالعمارة همين اراجع. نعم. اي دكتور يقول لي جاي اروح، بس يعني ماكو تغيير بحالتي يعني للأسوأ. اي واتمنى من الناس الطيبه الخير. يعني انت هسه الكلات مالتك شي عملن فشل مالتن اربعه نسبه اربعه. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمن. أم فاطمة. أم فاطمة شلون تشوف فاطمة؟ إن شاء الله زينة. الحمد لله. شكرا. والله أستاذ ظهري فقرات، عندي انزلاق. نعم. رجلي ما أقدر أمشي من عتين، وأنا عندي مشكلتين مو مشكلة واحدة. مشكلة بيتي اللي أنا قاعدة بيه آجار، ولحد الآن ما ثلاث أشهر ما دافع آجار. نعم. والبارحة أبو البيت إجا يريد يشيلني أنا وأطفالي. نعم. أنا لا أقدر أمشي ولا عندي قابلية. ورحت للمستشفى قالوا إلا عملية بغير محافظة. نعم. والله شاهد ورسوله
ما عندي حتى ادفع اجار بيتي. انت طبعا ما عندك حتى راتب، ما عندك؟ لا والله. عائله فقيره متعففه. اي والله العظيم. وانا طبعا اشكر كل من يساعدني، وحم الله والدي واللهم ربي يكتب. ايش قد تكلف اجور العمليه مالتك؟ والله انا سالت عليها قالوا 1.5 مليون، يعني ويا الكراوي والتحاليل والهاي. لين ما دمشوا انا صاحبه اطفال 2. الله يكون بعونك. والله شاهد ورسوله. سلام. حم الله والدي. أعزائي المشاهدين، طبعا فاطمة خطية تمر بظروف صعبة جدا، منها السكن، قاعدة بيت إيجار، وجاها أبو الإيجار طبعا ما دافع بدل الإيجار الشهري 3 أشهر، فيريد يخلي غراضها بالشارع، واعتقد صعبة عليها، وهي منانا مريضة، فيصير عندها إحباط ومرض يزداد مرضها، ومنانا تعاني من الفقرات وانزلاقات عندها، وايضا رجليها بيها مشكله، وهي حسب ما تقول يعني العمليه تكلف 1000 دولار، يعني 1.5 مليون عراقي. فاللي يحب يساعدها يتصل علينا ان شاء الله ونقدم لها العون والمساعده، وهي ايضا ام لايتام. الحقيقه بالنسبه للطب بالعراق اصبح الطب عندنا تجاري، طبعا ماكو طبيب فديوم عمل عملية مجانية إلى عائلة فقيرة وقدم لهم العون والمساعدة. وأغلب الشكاوى اللي قاعد ترد إلينا يعني من قبل الناس، بعض الأطباء وللأسف الشديد يعني هو يعمل مستشفى حكومي، وإحنا مستشفياتنا حدث ولا حرج، فقط جدران 4، لا موجود علاج ولا موجود شيء. طبعا يدخل فقط طبيب يجي الساعة 9 الصبح بالوحدة بالعيادة مالته، أهم شيء هو العيادة اللي يكسب منها المال، وكل طبيب مخلي له 4 من الصيادين بالشارع يصيدون له يجيبون له المرضى بكافة اختصاصها. يعني ما في يوم شفنا طبيب تحاسب، يعني مثلا أبو الكسور يعني حتى يجيبون له اللي صايره لوية ببطنه يدخلوه عليه، أو ينطي مبلغ لبو الصيدلية، لأن حتى العلاج يمشي لبو الصيدلية، وإذا واحد جاء على عملية ما يسويها إلا بالمستشفى العام، يقول له تجي إلى أحد المستشفيات اللي هي خاصة حتى إلى نسبة من هذا الشيء، وخاصة الطبيبات النسائية. طبعا هذا الكلام شامل العراق كله. وهناك أيضا حالة أخرى شاهدتها بعيني، أغلب الأطباء عياداتهم كلها محناية، واللي نعرفه هم فقط أصحاب الكرامات أهل البيت يحنون باب العيادة ويحنون. فإحنا إذا كلهم أصحاب كراماتهم طيبين الناس، بعد هاي المرضى اللي قاعدة يمي شنو يعني، ليش ما يطيبونهم؟ هم يكظ الباب مال العيادة مالته ويتحنى ويطلع. فنتمنى من نقابة الأطباء وزير الصحة متابعة هاي الأمور، ونحن نعيش يعني مراحل عديدة. الآن البلد 60% كلهم مرضى سكر، ضغط، أمراض انتقالية صعبة. فنتمنى إن شاء الله يخلون الله بين عيونهم ويصير بيناتهم عدالة. يعني هذول هم حقهم عليكم، يعني شكوا بيها إذا تبحص لك واحد مجاني، شكوا بيها إذا تدزه إلى صيدلية تمام تعامل معها، لأن إجور عيادتك من الصيدلية، الوضع مالتك، السفراتك من شركات الأدوية. أغلب الأطباء كلهم بين كل 2 أو 3 شهور يطلع سفرة على شركات الأدوية، لأن يمشي الأدوية منها يجزون له سفرة إلى والعائلة، يروح براس هؤلاء المساكين الفقراء اللي قاعدين أمامي. يعني أنا هسه أكو وحدة قبل شوية تكلمت، رايحة الطبيب قالت له عندي يتام، يقول لها ما أنا يتيم. فهذا احنا ما نقبل على هيك كلام من طبيب دارس. وبعدين انتم اذكركم بكلام، احنا عندنا الطبيب من يتخرج يكمل المرحله الاخيره من الطبيه يجون يدون القسم، يخلي ايده على القران اللي هو كتاب الله العزيز، يقول والله اقسم بشرفي وان اصون الامانه واحافظ على سلامه المريض واحفظ. الضابط يقسم، الطبيب يقسم بهذا القسم. زين اذا انتم الكلام مالكم القسم اللي قسمته بوين؟ والكلام ايضا موجه للحكومه اللي قسمته ترديد القسم وتاخذوا لكم 2 أو 3 شهور. اليوم البرلمان ردت قسم، المحافظ ردت قسم، الوزير ردت قسم، نتردد قسم
غير الصون هاي الأمانة اللي برقبتك، هذول الشعب كله بأمانتكم، أنتم المسؤولين عنهم، عن الرعاية الصحية وعن التربية والتعليم، هذين الجانبين مهمات. فللأسف إحنا ليش بلدنا يعني 60% كلهم مرضى، وكل اللي عنده فلوس يتعالج واللي ما عنده فلوس ما يتعالج. فإن شاء الله توصل هاي الرسالة، ونتمنى إن شاء الله الصحة والخير للتوفيق. أعزائي المشاهدين، راح نروح فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم. برنامج القلوب الرحيمة يساهم في ترميم وبناء دور الأيتام وتقديم المساعدة المادية والعينية لإتمام العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين داخل العراق وخارجه. نقدم السلات الغذائية للعوائل المتعففة ونتابع كل فقير ومحتاج. وهذه الأعمال الخيرية كلها تأتي بمساهمتكم أيها المحبون المؤمنون الأخيار. فساهموا مع قناة المهد الفضائية وبرنامج القلوب الرحيمة، فالحسنة بعشرة أمثالك، والصدقة هي مرضاة الباري. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل ثم نتواصل، أيضا لدينا حالات، طبعا الكل هم اليوم عندهم حالات بس احنا اختارينا كم حالة. السلام عليكم حجية. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الله يسلمك. أم سجاد شلونك يا أم سجاد؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. إيش خيرش أم سجاد؟ فشل كله ومزمن. نعم. نسبة 80%. الله يكون بعونك. قاعدة تعالجين نفسك ولا لا؟ إي والله عالج، بس ما عندي يعني، عندي طفلة بس أنا خاطر الطفلة أريد أعيش. كل شيء ما أريد. قد عمرها بنتك؟ ست سنين. إي والله. احنا قبل شويه قلت للاطباء ما عندهم انسانيه، البعض والله العظيم كثر وضعهمنا بالعلاج ما نخليه شيء ما بعده. شفتي في اليوم طبيب ساعدك وقف وياه؟ والله لا والله، البارحه رحت له على حساب، اليوم قال تعالي المستشفى ما لقيته، بس كراوي رحت قاعد بغير مستشفى بالتركي. طبعا ما يهمهم اللي عنده والما عنده. والله ما اقول لك، ما بخلي شيء ما بعته، بس على مود العلاج. الله مو على مود العيش، على مود بنتي. والله انت قاعد تسوين غسل للكلمات؟ والله هذا جاهز عندي، هذا جاهزي. سريح مسجاد، ان شاء الله خير. اعزائي المشاهدين، ام سجاد دبوحها تجري، والله ينتقم على كل من وصل البلد لهاي المرحله. دعواتكم على كل مفسد وفاسد اللي وصلونا لهالمرحله هاي، خلوا الشعب 24 ساعه يبكي، شعب مسكين، شعب لا صحة ولا تعليم. بدعواتكم إن شاء الله بتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فقط هذه الدعوات اللي تنصركم إن شاء الله على قوم المفسدين والظالمين. أعزائي المشاهدين اللي يشاهدوننا من الشاشة، دعواتكم للمرضى اليوم اللي راح ناخذ لهم، طبعا كلهم مرضى والله، حالات تقهر، حالات مأساوية جدا يعيشونها، يعني الأمراض مالتهم ترافقهم كالظل عندما واحد يصير كالخيال مالته، يعني كل من شايل له ألم، اللي فشل كلوي واللي رجله رايحة واللي الأمراض الانتقالية، اللي هذول بالضغط وبالسكر كلها ناس تعبانة. اليوم قلت لكم 70 حالة كلهم مرضى، ومنهم أمور الدماغ، شلل الدماغ الولادي. فدعواتكم إن شاء الله للناس الطيبة اللي توقف وياكم، وأيضا دعواتكم لبعض الناس اللي يملك مال ويتباهى به في التواصل الاجتماعي، هذا اللي طابخ له 60 خروف، مسوى عزيمة، هذا اللي ذابح له 70 بعير ولازم له سيف يقصص لحم ويوكل اللي قاعدين، مسوي لهم مناسف كبيرة، كل منسف لوري مال تمن. أتيو هذا اللي الأموال اللي عندكم هاي الله سبحانه وتعالى مخليها أمانة عندكم، يعني فمكان ما أسوي عزيمة كبيرة أسويها أعطي مبلغ لهاي الناس الفقراء، اللي يراجع طبيب،
يعني تبكي ام سجاد تقول والله ما عندي فلوس اروح للطبيب، ورايحت له اليوم ما يعني متقرضه قرض، والاخ الطبيب ما يدري بنفسه لان يفكر بالعياده مالته. فان شاء الله هاي الغمه تزول ببركه دعائكم، ان شاء الله بتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان. اذا اعزائي المشاهدين، سوف نقوم بتوزيع المبالغ الماليه اللي جتنا من عائله الناس الطيبه المؤمنه اللي دائما ارتباطهم ان شاء الله برب العالمين والامام الحجه، وايضا اليوم راح يسعدوا قلب مولانا صاحب العصر والزمان بالهديه مالتهم. المبالغ الماليه راح نعطيها للمرضى، هم عائله تسير من دوله الكويت، وشكرنا وتقديرنا للحاج يعقوب وعائله المرحوم ابو طالب الله يرحمه برحمته الواسعه، وكذلك حجنا الطيب حج فاضل ابو علي فاضل ميرزا من دوله الكويت، ولا ننسى قراءه سوره الفاتحه بثواب المرحومه نصرت حبيب الله من دوله الكويت، وشكرنا وتقديرنا لاخونا ابو يوسف اللي وصل لنا المبلغ هذا. ان شاء الله دعواتكم لهم بالخير والصحه والتوفيق وقراءه سوره الفاتحه بثواب امواتهم، فان شاء الله راح نوزع المبالغ الماليه ان شاء الله. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة، هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج. بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا توزيع المبالغ المالية على العوائل المتواجدة معنا في هذا الجامع المبارك اللي فتح أبوابه واستقبل مجموعة كبيرة من المرضى والمحتاجين الذين هم بأمس حاجة إلى مساعدتكم. اللي نتمنى منكم تخلوا ايدكم بديلة حتى نسعدهم، حتى نقدم لهم العون والمساعدة. طبعا كثير من هذه الحالات حالات يرثى لها، يعني 1000 دينار باعتهم بالبيت. اذا هسه خليه يتكلمون والله العظيم، بس احنا نريد الضماير شوي تصحى، نريد ضميرك شوي يصحى. باشر عقبه انت موجود عايش برفاهية، لكن متروح عند الله سبحانه وتعالى وعندك مبلغ من المال راح تتحاسب عليه، يقول لك ليش ما نقلت لك حياة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني تمن تلقت لك حياة امرأة تبكي وتقول أنا راح أفقد أروح إلى مثواي الأخير، وتبقى بنتي تفكر ببنتها أو تفكر بطفلها أو أم، يعني الله سبحانه غريزة الحب والحنان فقدت بنتها، تروح بعالم آخر، تخلف عقلي يصير، وتبقى بس تباوع. هذا ترى صعبة، فكلكم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، الكل مسؤول. فاللي يشاهد هذه الحالات طبعا يجب عليه أن يخلي إيده بدينا ويقدم العون والمساعدة لهذه العوائل. الحالات اليوم اللي ظهرت معانا في هذه الحلقة إن شاء الله أتمنى توقفون ويانا. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة، الأرقام اللي راح تظهر الآن على الشاشة مخصصة للمساهمات والتبرعات. اللي يحب يساعد برنامج القلوب الرحيمة يقدم
كما قدموا الأسماء اللي بيت حجي فاضل ميرزا أبو علي من الكويت، وعائلة المرحومة نصرة حبيب الله من الكويت، وعائلة أسيري من الكويت، أريد تحذون حذوه وتقدمون العون ومساعدة للبرنامج. أكو ناس صار لها 20 سنة تقدم الدعم والعون لبرنامج قلوب الرحيمة، ليش ما توقفوا؟ شلون يعني صار هذا نقول يعني عليهم دفع مبلغ مالي؟ اولا الله يبارك بزياده الرزق اللي يصير عنده، ثانيا هو اعتقد سعيد جدا لما ما تظهر الحلقه ويسمع قراءه سوره الفاتحه بثواب ابو طالب او ثواب المرحومه نصرت، راح يستمر ويدعم الناس والله يرزقه، لان فعلا اعطى المال الحق، ساعد له واحد انقذ حياته وقف وياه. فهالشكل احنا نريد، ونتمنى لكم بالخير والتوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، للارقام اللي راح تظهر على الشاشه مخصصه للتبرعات، اللي يحب يقدم العون والمساعده ما عليه الا يتصل على هذه الارقام ويحدد المبلغ الى اي بلد يروح، عندنا سوريا، عندنا العراق، عندنا بلدان اخرى، فان شاء الله نتمنى لكم الخير والتوفيق، الى ان نلتقيكم في حلقه اخرى من برنامج القلوب الرحيمه، في امان الله. قلوب الرحيمه، نجبر القلوب المنكسره. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964-780-100-1-00-1-912 أو على الرقم التالي 00964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.